معي على الهاتف سيادة اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة. أهلا بيك سيادة المحافظ. أهلا بحضرتك أستاذ نشأت، أستاذ المشاهدين. أهلا بحضرتك يا فندم. سيادة المحافظ، محافظ البحيرة من ضمن المحافظات اللي منذ فترة طويلة بيتم العمل فيها بشكل مخطط وبشكل منهجي من أجل إزالة التعديات، ضبط الأمور، سيادة القانون، التخلص من الجماعات الإرهابية وتأثيرها السلبي. حدثنا سيادة المحافظ على نسبة التقدم بطلبات التصالح وما تم إزالته، وطمئننا على الوضع العام في محافظة البحيرة. طيب، هو الاول طبعا خلينا يعني اسمح لي ان انا طبعا احيي حضرتك طبعا على كل اللي انت حضرتك بتذكره او بتتكلم عليه في هذا المجال، لان هو التصالح ده حضرتك يعتبر هو عقد بيدي المواطن الاحقيه والملكيه للارض دي، سواء تصالح على عقارات او تصالح حتى على اراضي. صحيح. بقول تاني ان احنا المحافظه في التصالح على العقارات عملت 109 ألف تصالح. ال 109 ألف تصالح دولا بنقول ان هو فرصه لكل مواطن ان هو يصحح اوضاعه مع الدوله. المفروض ان احنا حضرتك في نستغل الفرصه الكبيره دي عشان ما نعملش زي القوانين اللي نزلت قبل كده ونتجاهلها ونرجع بعد كده في الاخر المواطن يتعرض للمخالفه ويتعرض لوضع قانوني مش مظبوط بيؤدي في الاخر لازاله العقار، وبنرجع نحمل الدوله مسؤوليه دون. فبنتمنى ان الجميع يلتزم ويغتنم هذه الفرصه ان هو يتصالح مع الدوله من خلال ان هو يتقدم باوراق التصالح دي للمراكز التكنولوجيه في المحافظه اللي موجوده في كافه مدن المحافظه. سياده المحافظ، عندنا 109 ألف طلب تصالح، من كم مخالفه موجوده في المحافظه؟ دول تقريبا حوالي 60% حضرتك من المخالفات اللي عندنا. 60% ده رقم برضو معقول جدا ان الناس بتتفاعل مع الاجراءات اللي بتقوم بها المحافظه. المحافظ متفاوته من مركز لاخر لموضوع في الاعتبار مستوى الناس المعيشي ومستوى المكان الموجود فيه. حضرتك طبعا الاسعار احنا جايبين مقيم. تمام، الو؟ اتفضل يا فندم. احنا عايزين جايبين مقيمين عقاريين، المقيمين دول بياخدوا الحد الادنى للحد اللي ممكن يتصالح عليه مع المواطنين. تعليمات الدولة لينا وتعليمات سيادة الرئيس ومعالي رئيس الوزراء ان احنا بنسهل على المواطن، والاسعار اللي متواجدة جوه المحافظة كلها اسعار بتبدا من 50 جنيه المتر وتنتهي عند 500 جنيه المتر في المدن والمراكز اللي هي الرئيسية وما الشباب، انما في النجوع والقرى في الاسعار معقولة جدا. ومع ذلك بنقول ان اي مكان بيقول ان انا عندي مشكلة في الاسعار ونختر بهذا، يبقى الراي العام بيقول ده او بيتحرك في هذا الاتجاه، بنعمل اعاده تاني واحنا مشكلين لجنه اخرى بتعيد تقييم تاني عشان نراجع على المقيم العقاري الاولاني، لان المقيم العقاري كمان مش رايه هو المطلق، ده مقيم عقاري بياخد باسعار السوق وبياخد بنسب معينه طبقا لبنود القانون، وبيعتمد هذا كمان من اللجنه الحكوميه من الهيئه الحكوميه. فبنقول تاني ان الاسعار في متناول الجميع، بس خلينا من الاسعار، احنا بنقول للناس ان الامور ستنتهي 30/9 التقديم. طب ما انت حضرتك تعالى قدم، تعالى اشترك، وبعدين في لجان تظلمات، لكن صحيح. بنقول للناس خش والحق قبل 30/9، قدم ورقك، اشترك معايا، وبعد كده هذه امور تنحل. لكن بعد كده لو الباب قفل في 30/9 انت حضرتك هتعمل ايه؟ مش هتعمل حاجه. اصبحت في وضع قانوني خاطئ، واصبحت الدوله مفروض عليا انا ان انا انفذ القانون على حضرتك لانك امتنعت عن الامتثال للقانون. صحيح. سياده المحافظ، هذا بالنسبه للتصالحات في مخالفات البناء والتعليه وخلافه. الاستيلاء على اراضي زراعيه او اراضي املاك الدوله، او حرم الطريق في طريق عمومي، او حرم الضغط العالي لخطوط الكهرباء او سكه الحديد، او طرح النهر او نهر النيل او الترع. وانت عند حضرتك رشيد، وامبارح كان معايا محافظ كفر الشيخ بيقول ان فيه يعني تنسيق مع السيد محافظ البحيره مع سيادتك في هذا الاطار، وكنا في اسكندريه ايضا كان في تنسيق مع السيد محافظ اسكندريه وسيادتك في هذا الاطار. يعني حدثنا على ما قامت به المحافظه من عوده او اعاده حق الدوله في الاماكن اللي تم التعدي عليها. طيب اسمح لي حضرتك، طب اتفضل يا فندم. اسمح لي حضرتك ان انا اقول طبعا ان الدوله طبعا تحركت بهذا الاتجاه بالقانون 144 لاستعاده كل الاراضي المنهوبه من الدوله او اللي موضوع عليها يد المواطنين، وعملنا تصالحات في هذا الشان
ومحافظه البحيره تتبوأ المركز الاول. بنقول ان في اماكن لا يمكن التعدي عليها زي التقنين عليها زي اللي حضرتك ذكرتها، ان دي منافع عامه للدوله. يعني ما ينفعش اقول مواطن يجي على النيل ويعمل مبنى ويصرف صرف سلبي عليه ونرجع في الاخر احنا دي عليه مآخذ الميه، ونقول احنا ليه المواطن هنا؟ ما المواطن هنا بصوره خاطئه لانه دخل مكان مش صح، يتعدى على حرم السكه الحديد، على حرم الطريق، كل ده بيعمل مشاكل. احنا بنقول ان احنا بنتصالح على الاراضي الزراعيه اللي موجوده في نطاق المدن وطبقا للقانون 144، وان محافظه البحيره تبوأت المركز الاول في هذه المنظومه، فاكثر من 24,000 تصالح بيتم بيننا وبين مواطنين البحيره. ولكن بنقول تاني ان القانون ده بيسير في محافظه البحيره وده بصوره جيده، وبنقول برضه ان كان في قبل منه قانون 186 برضه الناس ما انتهزتش الفرصه دي، فبنقول للناس اهو ان النهارده عندنا القانون، انا اسف 148 لسنه 2006 ما اغتنموش الفرصه، النهارده عندنا قانون 144، حضرتك خش وخلص واشتغل مع الدولة وتعالى احنا بنقنن اوضاعك، وتعالى وفق اوضاعك وحط ايدك على ارضك وخد عقد واترك لاولادك ارض بصورة سليمة وبصورة طبيعية زي القانون 17 اللي بنتكلم عنه هو بتاع مخالفات المباني. دي فرصة غير عادية لكل الاهالي، فكل الناس تتفضل تعالى وفق اوضاعك مع الدولة، احصل على عقد او صك من خلال القانون ده او القانون ده، سواء ارض او تصالح على شقة، لان انت هتسيب او هيبقى عندك عقار او ارض بصوره سليمه وعقد سليم. النهارده الدوله بتوجد كل السبل عشان تحل المشكله مع الاهالي عشان ما نزودش عدد الازالات. يعني انا اصلا عشان انت دلوقتي لو انت ما جيتش تصلحت ما انا بقيت مضطر للازاله، الازاله انت اللي صنعتها مش انا اللي صنعتها، انا فتحت لك الباب عشان تتصالح وانت رافض تتصالح وبتصر على تحدي القانون وبتصر على ان انت تحط نفسك في وضع مش مظبوط، فبتبقى الامور هكذا. ولكن هناك امور زي المناطق اللي حضرتك ذكرتها لا يمكن التصالح عليها، مش هتصالح على اثار ولا هتصالح على يعني حرم النيل، ويعني لان الحاجات تضر بالشان العام للدوله. سيادة المحافظ اللواء المحترم هشام أمن، أنا بشكر حضرتك جدا.